نرجع معكم مشاهدينا الكرام في برنامج صباح الخير يا كويت، وأكيد موضوع جديد ومتجدد لأن هذا الموضوع مميز واهتمام كبير من الناس فيه، خصوصا إذا تم تنظيم معرض له أو مثلا نقدر نقول مجموعة من الناس اجتمعوا اليوم صحيح في دراسة هذا الموضوع والاتفاق على ذوق معين. وموضوعنا مثل ما هو واضح قبل شوية في البرومو حول تصميم العطور. مصمم العطور الشاب عمر القطان جابه الكبار بعبقرية ورغبة جامحة في تحقيق الذات وتجسيد أهدافه العطيرة على أرض الواقع، كرس جل وقته لابتكار عطور تحمل اسمه وتوصله للعالمية. طبعا رحب ضيفنا عمر القطان الحائز على جائزة مؤسسة العطور الدولية للعطور المستدامة، كون أول عربي وأصغر مصمم عطور في العالم يفوز فيها. حياك الله معنا أخونا عمر، منورنا ومشرفنا. الله خير. الله يسلمك خليك. حياك الله عمر، احنا سعداء بوجودك معنا. والله أنا بعد كذلك، وإحنا مستأنسين على هذا الموضوع الحلو. الناس كلها تحب العطور، ماكو أحد ما يحب العطور. أيوة والله الكل يحب العطور. إيه صحيح، العطور مثل الورد، ما فيهم شيء يعني مو زين، إذا شيء مو زين زيد عليه عطر ثاني يتعدى ريحته يصير يمشي. ترى فعليا هي كذي، صحيح تصدق أول شيء مو حلو وحط عليه زيادة يصير حلو. بالضبط، هذا المعروف عن العطور، وكل الناس أكيد تحب تتعطر، وعطور لها مواسمها ومعلومات كثيرة. فبالبداية نبي نعرف المشاهدين عن وظيفة مصمم العطور، هل هو اللي يسوي القرشة ولا يسوي السائل اللي داخل؟ شوف مصمم العطور الناس عبالها بس يسوي العطر وبس، مصمم العطور مو بس يسوي العطر، هو يسوي العطر مرش الشعر اللي هو الهيرمست، البودي سبراي، الشامبو، حتى الديودرنت، كل شيء فيه ريحة هو يسويه. حتى بعد كذلك الأشياء اللي فيها طعم ترى مصمم العطور يسويها، يعني مثل خلينا نقول مثلا الحمرة مات الحريم اللي فيها التيست، أو حتى العصائر ترى مصمم العطور يسوي هاي الأشياء كلها. فهو كله يرد حق الذوق والتيست يعني. يعني مو بس اللي ترشه، مو بس اللي ترشه، حتى الهيرمست والأشياء اللي متعلقة بالعطور. زين شنو المعايير الصحية اللي يتبعها المصمم للعطور؟ في مؤسسة عالمية اسمها الإفرا، IFRA، كل شركات العالم الكبيرة أنا أتكلم يتبعون المؤسسة هذه. المؤسسة هذه تقول لك كل سنة ترى إحنا عندنا ستاندرد جديد نازل، أنت لازم تمشي على 1 2 3. فأنا كمصمم عطور، والحمد لله أنا عمر دائما لما أصمم أي عطر حق نفسي أو حق الشركات اللي أتعاقد معهم دائما نكون وذن الإفرا ستاندرد. حلو، جميل جدا. يا سلام، يعني كبداية للقاء الواحد شوي لا يقول لحظة عمر كنا معترف. الله يحفظك. وعندك جائزة، ماخذ جائزة أكيد في مجال العطور، لكن اللي عرفته يعني أنك ما شاء الله في مقتبل العمر للحين. فيعني شو اللي خلاك توجه لهذا المجال؟ هل في يعني شيء حبيته بالعطور في شيء؟ قبل أكمل معاك الأسئلة الصجية لأن هذا شيء شدني، ويعني وشيء نادر بالكويت إن نشوف شاب في مقتبل العمر إنه يدخل هذا المجال ويتعاقد مع شركات كبيرة. الله يحفظك يا رب. والله شوف الأمانة هي مو صدفة، بس الله سبحانه وتعالى كاتب لي إياهم من زمان. فبرمضان وأنا عمري 10 سنين الوالد الله يحفظها دائما تحرص إن إحنا يعني نركز على يعني العبادات، وبنفس الوقت ما في فيديو جيمز ولا أجهزة إلكترونية ولا تلفزيون. فأنا قاعد أتعبث في البيت وعندي تو عطرين كذي حق يعني كبار، فاستأنست عليهم وقاعد ترشرش ولو في ريحة ثالثة. بديت الحين عاد أتفلسف، أنا أحط ماي مع بخور مع كومفورت مع معجون مع عطر، خلطت تخلط، بغيت ألف، بديت ألف بديت يعني تألف تخلط إيه ألف. فخلط اسم ما أنت قلت، والوالد شاف عندي هالهمة هذه كان يقول لي خلاص أوديك حق واحد من ربعي. قال له عاد شنو طلع عطر زين حبيبي؟ أي زين، الحمد لله ما صرفني شيء والله. كومفورت بيطلع قوي، الحمد لله ما صرفني شيء. لا وقعد كسرة بخورة داخل يعني بتسوي شيء. إيه. فوداني الوالد الله يحفظه عند واحد الله يحفظه اسمه ضرار الطرار وأبو عمر، ما شاء الله الحين عنده شركة جدا كبيرة لمستوى الخليج، وعلمني أساسيات وعطني أعطاني يعني عدة، وبعدها أنا انطلقت. تبارك الله. هني نروح حق سؤال آخر اللي هو الفرق بين مصمم العطر وصانع العطر. شو الفرق بين المصمم والصانع؟ شوف مصمم العطور وصانع العطور هي كلها مسميات، فما في شيء يعني كبير بينهم. فحتى نفس ما قبل شوية قبل اللقاء قلت إن يسمونه بالإنجليزي نوز، فهو الشخص اللي يشم الزيوت العطرية وبعدين يقوم يركبهم مع بعض عشان يسوي زيت العطري. يا سلام، هذا يعني بالعربي الخشم. الخشم هذا اللي يشم، ما تلقى حق واحد يا الخشم. صحيح، بس هو مصطلح أوروبي طبعا. ومعروفين في دول أوروبا ناس متخصصين اليوم في تمييز الروائح نقدر نقول في العطور. بالضبط. وهذا الأشخاص يتقاضون مبالغ كبيرة وايد علشان يطلعوا لك عطر يونيك وماكو منه ومميز، وإنه
لا مستقبل في المبيعات. بالضبط. عدل؟ أي. ودي أتكلم عن انتقالك من يوم من هذه المرحلة، مرحلة تخصص، إلى فكرة تصميم العطر، شلون ممكن أنك تنقل العطر من هذه المرحلة لمرحلة ثانية؟ الحمد لله أنا لما كان عمري 15 سنة بديت أقرأ في التسويق. التسويق لعب دور كبير في إنتاجي للعطور، لأن لما أسوي عطر في من وراه فكرة، في من وراه فكرة، من وراه قصة، سواء كان مكان أنا كنت فيه أو ذكرى عندي معينة، فأدمج الفكرة هذه مع قصة تسويقية مع ألوان معينة، أدمجهم مع بعض، وبعدين تطلعوا عندي أفكار معينة وبنى عليهم الزيوت والمكونات اللي أبيها. قاعدين نشوف هنا ترتيب الزيوت عندنا بالفيديو. هذا فيديوك ها؟ أي. ترتيب الزيوت وشلون تأخذ المعايير وغيره من هذه الأمور. شلون استثمر دراستك الأكاديمية في هواية أنت يعني كنت هاويها من صغرك، خريج ماركتينج؟ أي. شلون تكلمنا عن هذا الاستثمار الجميل؟ شوف سبحان الله، يعني الواحد مهما ترى يخطط ويسوي، الله سبحانه وتعالى من أول ما هو ينولد يكتب له شغلة معينة. صحيح. أنا بس خليت بالأسباب وسعيت واجتهدت. اللي صار يعني بديت ألاحظ، وشيء وايد مهم إن الإنسان يعني يبدي يلاحظ ويكون عنده تحليل في السوق، فاستوعبت إنه لا، في مقاربة بين التسويق والعطور، لأنه يعتبر هو جانب فني. فإحنا حتى ونأخذ تسويق مثلا مع الرسم، تسويق مع التصوير، إذا دمجنا أي تسويق مع فن سبحان الله يصير يعني نتيجة، تصير نتيجة جدا جميلة. فاستثمرت أنا التسويق مع العطور، دخلت مع بعض ومشيت أمور الحمد لله. شيء حلو. قبل شوي مكتوب بالفيديو، أنت حاط بالفيديو الفورمولا للعطر أو التركيبة الكيميائية صح؟ أي. تسجلهم وتكتبهم؟ أي لا، بروفيشنال، بدنا نطبعهم وحطهم بالتجور يعني. أوه. يعني ما حد يعرف ما حد يعرفهم التركيبة ها؟ أي. يا سلام عليك. بالفعل يعني هذا الاهتمام هو اللي يخلد العطر ويخليه ثابت موجود. لكن في ناس بسرعه يبي يشم العطر يقدر يسوي لك نفسه ترى صح؟ شلون؟ في ناس تشم العطر وتسوي لك نفسه مثلا. في ناس تسوي نفسه. ايش رايك بهذا؟ هذا مهاره ولا يعني تقليد؟ شوف ولا شلون؟ يعني الاشخاص اللي يسوون شيء بالعكس انا صراحه اقول يعني برافو عليهم، لان عنده مهاره انه هو يعرف شنو المكونات اللي موجوده من خلال الشم. بس في اشخاص يقول لك انا اسوي كذي، هو اوريدي عنده فورمولا، يعني مودي عطر مستنسخه ومطلع الفورمولا مالته، وبعدين يقول لك انا شميته وسويته. بس في ناس فعلا ما شاء الله عندهم المهاره انهم يشمون عطر ويسوون يعني شيء مقارب له. حلو. شنو شيء نادر دخله في عطورك او 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 تركيبه او محلول او شيء والله ما حد يستعمله غيرك، شيء تتميز فيه؟ تريد مارك مالك. وهذا الشيء اللي احنا اليوم محتاجينه التميز. والله احنا هني نبي الاسرار كلها. شوف الامانه انا بعطيكم الاشياء اللي دائما ادخلها في عطوري او غالبا ادخلها في عطوري، وشغله ثانيه مو وايد مصممين يدخلونها في عطورهم. اكثر شغله حرص اني احطها في عطوري اللي هو الجريب فروت. الجريب فروت يعطي نوع من الفريشنس والسويتنس نفس الوقت، وهذا طابع شخصي. الحين هل ممكن اي شخص الحين باكر ممكن يقوم يستخدم هذا الشيء؟ ممكن، بس انا ادري انه هو ما راح يقدر يضبطه بالطريقه اللي انا نفس أسويه. المعيار اللي انت تسويه، نفس المعيار اللي انا اسويه. هذا واحد. الشيء الثاني في زيت اسمه سيفت، وهو التكرمون اللي هو التبن مال ريحه التبن مال الحيوانات، فهذا لازم نستخدم منه يعني دروب واحد. لما اقول لك دروب واحد يعني 0.001 جرام. فمو وايد ناس يستخدمونه، بس انا ساعات استخدمه في العطور لانه يعطي يعني طابع جدا جميل، بس لازم اكون حذر في استخدامه. حلو. وهو نبات يعني بالنهايه؟ هو لا، يأخذ من ماده حيوانيه. من ماده حيوانيه. انزين، حست على جائزه مؤسسه العطور الدوليه للعطور المستدامه، كونك اول عربي واصغر مصمم عطور في العالم يفوز فيها، كلمنا عنها. طبعا قبل لا افوز فيها لازم تعرفون ان انا قبل ادخلها كان خشمي مكسور، كسر خشمي. وانا يعني وصلت لمرحله انه قبل لا ينكسر خشمي قلت خلاص ما ابي انا بالعطور، الجماعه اللي حوالي يقول لي انت مصمم يلا عشانهم انا استمر. سبحان الله انكسر خشمي، كان اقول لا الحين انا حسبت حسابي، يعني كل من في قلبه شقل لي له، فكان اقول لا انا احب العطور صدق. فهني انا تحمست اني انا ادخل المسابقه، وكانت وقت كورونا، فتواصلت مع منسقين المسابقه، كان يقول يا جماعه شلون الحين كورونا؟ يقول انت بس طرشنا فورمولا او عفوا 2 ملي عينه بسيطه ومعها الستوري. طبعا تحطوا في بالكم ان المسابقه كانت العطر لازم يكون بلانت بيست، نباتي 100%، ما في مسك، ما في مثبتات، ما في زيوت كيميائيه اللي تساعد على انها نثبت العطر، فهذا جزء صعب جدا في الموضوع. الجزء الاخر ان انا لازم احرص كل حرص ان العطر يكون مستدام، ريحته تمر مده طويله، وفي من وراها فكره. والحمد لله يعني قدرت ان انا اوصل الى فاز الجريب فوت.
لا صراحه هذا ما كان في جريب فروت. ما كان في جريب فروت. نعم بالفعل صدق والله شيء مميز وحلو ان الواحد يجتهد رغم يعني الموضوع ما عندنا الامانه في خبره وايد. وايد ناس تحب تختار العطر اللي يناسبها لكن ما تعرف بالتصميم والتركيبه وكذي، مو كل الناس يعرفون. صحيح. فيعني ودي ايضا توضح للمشاهدين اليوم عن على اي اساس نختار العطر اليوم، على شيء يعجبني، على شيء يثبت على ملابسي. والله الامانه العطر انا بالنسبه لي لازم يستخدم، لازم يعني نختاره ويستخدم بناء على اهم شيء الريحه، ريحته حلوه ولا لا. ما يصير انا اشوف فلان استخدم العطر انا استخدمه، ما ادري منو استخدم العطر انا استخدمه. اذا انا اثق بذوق الشخص وشفت انه والله هو مستمر يعني يعطيني مقترحات في عطور معينه ما في مشكله. حلو. بس مو كل ما حد تكلم عن عطر معين انا رحت شريته، هذه الشغله الاولى. الشغله الثانيه بعدين نتجه الى الرساله. انا كمصمم عطور ترى في رساله ورا كل عطر، سواء كانت ذاكرة، مكان رحت له، العطر أبي أوضح له مثلاً قيمة معينة. ففي وايد أشياء، هذا اللي قلت لكم إن التسويق يدخل في الأمور هذه. يدخل بعدين تالي ندش في موضوع الثبات والفواحان، إنه والله العطر فواح أشمه من 5 كيلوات يعني. هذا شيء ثاني. لاحظت شيء؟ شنو؟ مراش عطر. مراش عطر. مراش عطر ليش؟ عشان لا صدق راش عطر بس خفيف. راش عطر بس خفيف. ترى انا ما اقدر نقيمكم عطور عمر للحين لان صراحه ما نبيهم قدام الطاوله. ما ياب لنا شيء ولا شمينا منه شيء. وين عطورك؟ الله يسلمك. موجودين ان شاء الله. نبي نعرف الحين بعد اللقاء ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبي عمر، كونك خضت المجال وهو تصميم العطور كهوايه وتطورت الى عمل خاص، شنو رسالتك للشباب الطموح اليوم؟ والله الامانه رسالتي للشباب يعني هي واحده، حتى دائما اقول حق ربعي وحتى ربعي يعني يذكروني فيها، ان انت تشتغل من انت صغير وانت تكبر ترتاح. هذا واحد. اثنين، لازم تجتهد، ماكو شيء اسمه انا بقعد والله بيرتاح دوانيه ما ادري شنو، مره مرتين ما في مشكله، بس ما يصير انت تقوم 24 ساعه مريح وتتوقع ان انت يعني توصل الى مواصير، طبعا بتوفيق رب العالمين، لكن انت الواحد يعني يعقلها ويتوكل ياخذ بالاسباب. صحيح. فواحد بس لازم يجتهد ويتوكل على الله وياخذ بالاسباب والباقي يخليه على الله سبحانه وتعالى. يا سلام، منافسه قويه اليوم ترى بالسوق العطور. صحيح. ومحلات كثيره، كل ما اروح مجمع ترى ترس يعني ما شاء الله، الكل يعطيك نموذج يقول لك شوف جرب هذا شم هذا، وبعض الناس اعرفهم يملكون مئات العطور في البيت، هذا غير الهدايا والاشياء السامبلز اللي يدزولهم. فاليوم ما بين هذه المنافسه الكبيره والشركات العملاقه اللي بعضهم عندهم خطوط انتاج حتى برا الكويت، ها ويصدرون ويبون وايد. إيه شلون ممكن اليوم تنافس وشلون ممكن اليوم انك تتعاقد مع شركه اليوم لها اسمها بحيث انه اسمك يرتبط مع اسم الشركه هذه؟ شوف انا الامانه جربت هالشيء لمده سنه ونص. إيه؟ يعني انا الحمد لله عندي شركه ويعني رسميه وفيها ترخيص. جربت اني انا اطلع في السوق وانا اصمم حق شركات بالكويت. انا اكون صريح وياك، يعني خلينا نقول من اصل 20 بس شركتين اللي قالوا لي اوكي. رفضت لان رقم واحد انت كويتي مو فرنسي، لازم انت تكون فرنسي. واهم حطوا في بالكم ترى العطور اصلها كانت بمصر قبل، مو فرنسا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انا اللي راح يعني الحمد لله رب اللي راح يميزني، اول شيء انا توني يعني شاب صغير وعندي الحمد لله خبره 13 سنه وانا اصمم عطور. يا سلام. وبالمقابل والاضافه الى ذلك كله انا عندي توجه معين. انا لما اصمم عطر اصمم اول شيء عطر من تاليفي انا، وما في شيء يعني قريب مثله. راح اشوف بعد شوي، راح اراويك، راح نتاكد، راح نعرف بعد شيء نتاكد. ايوه بعدين انت قول عاد. ها شوف بعدين التوب نوت والبيس. ايوه عارفينهم كلهم ترى خبره انتم ما شاء الله، بس خلاص سميكم نوز عيال. الله يحفظك. الله يحفظكم باذن الله. اللي بيتابع عمر القطان بحسابه في الانستغرام يكتب بس عمر القطان 20 20 يقدر يشوف كل الابداعات وكل الامور الطيبه هذه. كل الشكر لك ويجزيك كل خير على عنوتك وجيتك اخونا عمر القطان وعلى وقتكم على رفعتك لراسنا. خلينا نقول هذا المحفل لازم ما نقول عمر القطان، نقول عمر العطار. عمر القطان اللي عطرنا. القطان اي القطان اللي عطرنا. الله يحفظك يا عمر، مشكور كل الشكر لك. جزاكم الله خير. شنو حاب تقول على عجاله؟ والله بس يعني اشكركم على الاستضافه الجميله هذه، وبس اقول حق الشباب يعني انتم الحين ركزوا على يعني حياتكم. والله العظيم لاحقين احنا على اللعب والوناسه هذه كلها، وفي وقت ترى راحه، بس اهم شيء ركز على شيء واحد واستعين بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى راح يفتح لك من واسع
من واسع أبوابه بإذن الله تعالى. شكرا لك عمر على هذه الكلمات الجميلة وعلى هذه المهارة اللي نتمنى إن شاء الله اليوم تنتشر وتحفز غيرك من الشباب ونشوف هذه الروائح الجميلة موجودة اليوم في الأسواق وفي كل مكان. لا شك على أن اليوم هذا العطر ممكن يكون شيء بسيط لكن قد يكون رسالة إلى العالم برا. نقول هذا العطر أساسا من الكويت، هذه ريحة شيء معين يذكرك بشيء. ها هذه الارتباطات دائما تصير في العطور والأشياء الجميلة هذه. شكرا عمر، جزاك الله خير. ناخذكم مشاهدينا الى احد فقراتنا اليوم في صباح الخير يا كويت، حيث ان تناول وجبه الريوق هو سبب البقاء بصحه جيده لجميع الفئات العمريه، خاصه عندما تكون هذه الوجبه متوازنه وصحيه، فهي تعمل على اعطائك النشاط والانتباه طوال النهار. فقرتنا الجايه ريوق اليوم، وصفه جديده مع الشيف شيخ المحمد.